السلام عليكم، مرحبا بكم في عندنا في هذا النهار الرمضاني. مرحبا بكم، اجي نوريكم العائله ديالي. معكم الحاجه منانه، ام ديال الوالده ديالي. هذه الوالده ديالي الحاجه فاطمه، هذا الوالد ديالي الحاج سالمي، هذا الحاج عزوز الودادي. شوف الناس، هذه خالتي ناعمه، هذا رشيد الكانشارج ماطريه ديال الراجا. مرحبا بكم عندنا في هذا النهار هذا، تتمنى من الله باش تدوز هذه الحلقه هذه وتعجب المشاهدين الكرام. اول والد ديالي رجاوي ورمتوني، ومعكم الحاج عزوز والجد ديالي راه هو ودادي تشجع الوداد، والراجا ما تتفرجش فيهم. لا ومي كنكون انا لاعب ضد الوداد اشجع الوداد. فكون انت في الوداد في الراجا تبغي تتفرج فيه. راما انا رجويه. امي رجويه. صافي خرجت حتى لي ودادي. هو بوحدو اللي وسط منا ودادي. رجويه. يا رجويه. ديما الوداد. وانا راه تطواني. حاليا انا دابا تطواني. واخا فريق الرجاء فريق الام ما عم ننسى خيره، ما عم ننسى الجمهور ديالو. دابا انا حاليا كنلعب في المغرب تطواني كنبغي. بالنسبه لنهاري كجمع الناس كان فيق كنقضي شي غرضات اللي كانوا عندي، كنخلي بعدا واحد الساعه قبل من الفطور ولا ساعه ونص باش نمشي نجري فيها ولا نلعب كره مين يفوت مع الدراري اللي كنعرفهم. هذا هو كنجي كندوز ولا كنفطر مع الدار، هادشي كيفاش كندوز رمضان. ما كاينش بحال انايا، بحال دابا كتجي المغرب كتلقى الشهيوات، كتلقى مطيبين لك الشهيوات وداكشي اللي كتبغي. في الغربه راك عارف خصك تمشي لشي مطعم مغربي ولا تمشي عند شي ناس يبقاو يعرضوا عليك مره في السيمانه ولا جوج مرات، ماشي بحال داركم كتحس بداركم كتبقى تاكل اللي بغيتي. كتكون صعيبه بالنسبه للعاب سيغتو قبل من الفطور، مورا الفطور كيتقبل الواحد، مي قبل من الفطور ما كتعطيش هذيك 100% ديالك. الطريف اللي طرات ليا في رمضان هو بان كنا لاعبين في نيجيريا في رمضان، وما وحنايا دينا الماكله ديالنا وما قدتناش، حنا مشينا واحد 5 ايام ولا 6 ايام كونسونطراسيون وما قدتناش الماكله، ومشينا من ادن علينا فطرنا بكوكا. كيبقى فيه المسكين تيكون كيمشي مع المسكين تيعاونو. واحد المره ما خصنيش نقولها ولكن نقولها، كان العيد الكبير ويلاه بدينا القطبان، جاتو شي مكالمه واحد شي ناس ما معيدينش سمح في داك الشيء وهز الحولي في الطوموبيل ديالو، ما كيقولش بانه ولا غادي يوسخ لي الحولي داك الشيء، هذه موهبه من عند الله. هذا ملي كان صغير كان تيتسخر ويعاونني شغل الدار ويساعدني، وكان كنت نبقى فيه اي حاجه كانت مديره تيعاونني فيها، مي دابا حتى الوقت ما بقاش عنده. ودابا انت واخا ودادي كتشجعوا هو رجاوي؟ لا عمرك ما تفرجتي في ليه فشي ما توخ كان في لا 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 والو يا ودادي خضراء بوي. قول مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد. باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان. شكون اللي معاك هذا؟ شكون؟ مي كيأذن شنو كتقول؟ لا ما صايم. والله ما صايم. باقي ما أذن، اش كتشرب؟ يلا مشي هناك برا أذن يلا. يلا سيدي مرحبا بكم زيد. بلاتي. مالك فيتا كفيتا با رشيد. هاك. قول لهم بالصحة في طولكم. بالصحة في طولكم، بالصحة. ياسين تذوق ولا لا؟ انا نقول لك ما نكذبش عليك، انا ذواق وغلاق في نفس الوقت. انا عزيز عليا حاجه البنينه ديال الدار. وشنو الحاجه الرئيسيه اللي خاصها تكون في الطبله ديال رمضان؟ هو الكوتليت. لما كانش كوتليت تكون بسطيله ديال الدجاج، ما كانش بسطيله ديال الدجاج يكون الكوتليت ضروري، خاصهم يكونوا في رمضان في الفطور والحليب خضر. انت الا دخلتي الكوزينه شنو ممكن توجد؟ شنو اللي تعرف تصاوب؟ نعرف نقلي الفريت، نقلي الفريت والبيض ونعمر اتاي صافي. رمضان مبارك سعيد. كنتمنوا الاخ الصالحي المسيره الموفقه. سوق قبل ما تخوى الميدا. انا انا السي رشيد هاي شنو هادي ماكل باش طيب؟ انا راه عروبي عزيز عليا كسكوشه في اتاي هاي، ماشي كسكوشه ناطير حميد. هذا السي رشيد. هاك رشيد. ساج ماتيريال تيجري كثر من اللعابه.
من 19 البطوله راه كيخشيو يجيو في الطيحان اخذ ذا لا ميزان كون نربو تناكل كلشي ناكل كلشي ولكن كنحرق كنبقى نتريني كنحرق في هادشي ملي كنفطر كنبرك شويه بما اذن كنمشي نصلي كنجي نبرك شويه في الدار نشرب عاوتاني اتاي وسلو ونمشي عند صحابي نشرب معاهم قهوه ما مكتبغيش يمشي سالي دغيا اصلا ما بقى لي والو بقاو لي 25 يوم باقي كلشي حتى العاد موشي اه هو رمضان تيبقى تبقى نضعف تيبقى فيا الراس والله العظيم طار لي هذاك الكوتلي طار من الكنا ما نخليو لهم ما والو انا سي رشيد قال لي حط لي انا تهليت فيه يلا زيد زيدو ما بقاش زيدو مبارك اش بغيتي انت ياك دير الريجيم ها دوزك في داير واحد ولا كاب سنان كارتو ولا صافي ماك شحال بغيتي شوف الحاج تاكل كفته نعطي 19 وحده ها عندنا ديربي دابا تعجبك هذيك تعجبك؟ اه تعجبني السكينه شكون السكينه والله يخلي لك هاد السكينه يا سيني مشي في حاله ما عندكش ما منار هذيك ديال كمال مالك مع منار تكذبوا عليها من بعد ها ف 700 حلقه متابعه كمال والله الا مالك مع منار ديما كمال مالك مع منار كمال مالك مع منانه دابا منين كتفطر كتغسلت ولا غادي تغسل مع ماء ولا تعاون ولا هادي نمشي غادي نغسل معهم الماء انا عطيت الزاره وانا اللي جمع الماء انا نجمع عليها الماء في الزاره ونمشي ونعاود نقلي عاوتاني ديك بريوات تسخنهم كاينجي داكشي ما كاينجي داكشي شوف انا ما تحط لي والو كاع حط لي قلت لك الكوتليت كان الكوتليت تحطوا لي ما كانش حط لي بصي ديال الدجاج واخا ما تحط لي والو والحليب خضر وافوكا فروي الساك ايام عاديه خاصنا الدجاج بالفريت هو يبارد هذاك هو يبارد وبطاطا فريت واو بيتشوب تحيه البيتشوب مي كتبع الكرسي يقول لك غني والله تسنى انا دابا نسمع ونغني يلا غني دابا شبعت وهي المعفر عفر بشويه ها حاتم لا ما كاينش خليج والله ما كاين خليج كاين مغربي وكاين حاتم عمور حاتم عمور صاحبي هذاك وعزيز عليه هو اسماء المنور اسماء منور كنعقل نهار كنا لاعبين مع الحسيمه تلاقيت معاه في المطار وكندير كندير واحد البراسلي خضر وجيت وركباتو ليا قالت لي هاكا ياسين هاد الماتش سير غادي تماركي وحق ليلة يلا ومشيت فعلا هذاك الماتش مع الحسيمه ماركيت شديت هذاك البراسلي انا حطه راه الان باقي عندي حيداتو مسكينه من يديها ودارتو لي في يدي قالت لي دابا غادي ان شاء الله غتلعب وغتماركي مع الحسيمه وخويا ياسين راه صاحبي والله يسهل عليهم عنده الزين دايرو في داره عنده الزين عنده الحمام دايرو في داره وانا وانا الغرام زي مليت لدارو عندو الزي عندو الحمام دايرو في دارو وانا الحب وانا الغرام زي بلت لدارو اضرب هذيك الشباكية الله يعاونك هي اللي كاينة ما نساو سعيد تتهلا ليا فراشي بارك بارك عليك بارك على راشد بارك بالصحه والراحه واشرا الله يحفظك الله يخليك للجميع كنتمنى تكون هذه الحلقه هذه عجبتكم وما نكونوش ثقال عليكم ورمضان مبارك سعيد وتنتمنى من الله باش يدوز عليكم بالخير والافراح ان شاء الله واللي مريض الله يشافيه واللي خدام الله يسهل عليه ونعاود نقول لكم كنتمنى من الله باش تعجبكم هذه الحلقه هذه